مين هناك يا حجة؟ كيف أخباري؟ زعلان؟ وتقول يا مين يا حجة؟ لا صرفة طبعا، أنت ما قاعد تحترم نتيجة أخي. ما أنا ما خلصت الواجب حقي في الكوكب، أنا مقفل الجيم. أجي داخل بيجون، أجي داخل أي داخل ساي، أطلع ساي، حس ممكن أكفر الله ده. خلاص أنا قفلت المافيوزو على قول الليمبي، أنا فوق هناك المافيوزو قفلت الجيم. واجبات الحمد لله فل الفل، داخليا اقليميا خارجيا محصن. الناس يصرفوا لك المفروض، ليه ما تحترموا زوجي برضو؟ انا كده جاي كده، المنتج حقي كده، شكلي كده. قال له طبعا ده اصلا هي جهات استخباراتيه مدربه، يعني هسه الاستخبارات كلها دربتني انا براي، ما عندي دفعه يعني، يعني حس انا لو غبت مت ما بيظهر لكم صرفه؟ ما في زول دربني يا بيبي، كلب بولان دربت روحي براي، قعدت معاكم 10 سنة. أنا قاعد معاك 10 سنة، شوف مراحل تحول الانصراف. مراحل قدامك، أنا عندي صفحتين، صفحة كبيرة مشوا القحادة قفلوه. براون البولة ده تاريخ ويرسي ليهم، أبو يستفيدوا. تقولين شنو؟ والثانية دي قاعدة قدامك، أمشي شوف كنت بقول في شنو طيب. طرفة والله يا أخي، يا أخي أنا كده عامل كده. أكيد. قال له يا اخو هو اصلا في مكاتب استخباراتيه وفي ضباط بيتواصلوا معاه وبتاع، ما في ضابط بيتواصل معي، ما انا ما قاعد اجيب حاجه من برا، قاعد اقرا لكم كلامكم، حس اللايف كله حقرا، ما عندي مصادر، ما عندي معلومات، ما قاعد اتواصل مع زول، ما بتضيف لي حاجه، ما قاعد ابني حساباتي على الاخر خالص. قفت لي اقول نعمل ثوره، نعمل ثوره، حارب نخش حارب، سلام نخش سلام، بل ما عندي شغله. فالفكره اللي يقول لك قال مدربين وطيب المدربين معي وينهم؟ قال لي يا اخي صنعوا الكيزان ده اساسا، صنعوا الكيزان وطيب خلاهم سقطوا كيف؟ ما هو حس احنا والله قال لي صرفه بيقول معسكر سيركيرات بيضحك فينا من جهه مع بعض القحات الواهم، يقول لك قال لما يجي يقول معسكر سيركاب ده هو بيقول له سيركراب. بيبي انا قاعد اغير الكلمات، لكن انت وصلت مرحله من الباور دي؟ بس انا بقول سيركراب، ممكن اغير اللافته حقته تتكتب سيركراب. انت باور زي ده وصلته في تاريخك كده؟ لاقاك زول حس احنا نسمي فلان ده فوكلر، فوكلر احنا سميناه فوكلر، اس ساير فوكلر، بتقدر تعمل حاجه زي دي؟ ما هو انت الحزب اللي كنت فيه تاريخك كله لحد ما وصلت ابواب السبعين يا من جحا، وبتضحك انك لمين وتضحك. حزبك ده الان ما قدر يغير له اسم شارع في السودان. انا حسي قاعد في حته دي بغير اسماء الشوارع، ايه رايك؟ ممكن اقول الشارع دي سموه كده بيسموه، وممكن اسكت ساي هم الناس براو بيسموه صرفه، والذي اسكت عنه حيسموه صرفه. انت بتقدر تصل مرحله زي دي؟ هي تضحك في انه صرفه والله يا اخي بيقول الاسماء غلط. يا اخوان انا قاعد اقول الاسماء غلط ومعترف بالحاجه دي، انا معترف الان انه انا قاعد اقول الاسماء غلط. زي منو اسم منو؟ حميدتي. ليه اعرف اسم حميدتي الصحيح؟ لماذا؟ ماذا ستستفيد البشريه لما الانصراف ينطق اسم حميدتي صح؟ ما الذي سيستفيده العالم؟ طيب لما تتكلم عن تاريخ المره اللي فاتت كان في بعض المعلومات المغلوطه، خشيت الجزيره النت لقيتهم عاملين عني مقال. قال لك تضاربت الاقوال وفي بعض الناس بيتكلموا عن انه في اخطاء كثيره بيقولها في معلوماته. زي شنو يعني؟ اقول محمد عثمان مره نتولى السنه 68 وانت زعلان ليه يعني؟ يعني حس المعلومه دي لما انت صحيحه حتستفيد شنو البشريه ان احنا عرفنا تاريخ ميلاد محمد عثمان المرغن؟ انا ده موضوع ما مفروض اعرفه ولا داركم تعرفوه، وانا قاعد اختار لكم طريقه تتعلم بها. الناس بيقول لي يا صرف انت قاري قاعد تقرا كتب شنو؟ ورينا. انا ما حوريك الكتب، انا حوريك تقرا كيف، انا حوريك تتعلم كيف. مش دارنا اوريك، انا حوريك. اسالك السؤال الاول الاستراتيجي، والناس اللي بتتباهى بانها متعلمه وصرف قال لك يا اخي دبلوم ما عنده. أنا ما عندي أي شهادة بالمناسبة، ولا داير شهادتكم دي، ما أشوف أنت شايل شهادة شكلها شنو، وأنا ما شايل شهادة باعترافكم، لكن ما حشر لكم ليل ونهار، بتنتظروني الصباح بالليل، صرفة قال شنو، لأن أنت عارف بعد الجول بيحصل فعل، أنت عارف. طيب أنا حسألك سؤال استراتيجي المتعلم، تعالوا. بتعرفوا دكتور عبد الله الطيب رحمه الله وتقبله إن شاء الله؟ العالم النحرير البروف، ربنا سبحانه وتعالى اداه علم واداه طريقه ايصال العلم. اين تلاميذ دكتور عبد الله الطيب؟ القاعه بتاعته في جامعه الخرطوم بيحضروها الصف الاول كلهم بتاعين كيمياء وفيزياء والبعدين المهندسين، حتى بعدين تجي ناس اداب اللي هو اصلا مفروض يقريهم ادب من حب الناس له. المحاضره بتاعته بيجوها الموظفين بالمناسبه،
دخل المحاضر يوم بيتكلم عن طيب المتنبي. ابو طيب المتنبي ده زي الايفون، ما يزول بيستوعبه. يعني انت عندك السامسونج، الحياه ما سامسونج وايفون، حاجات سهله وحاجات صعبه، حاجات بتتطلب انه يكون عندك تحضيرات عشان الدرس، تكون قاري فاهم انه انت حتخش الاي كلاود، حتخش تعمل باسورد، حتعمل او تجيب السامسونج سهل، تنزل وباب باب باب باب، تنزل ده الفيسبوك ده اليوتيوب، ما محتاج ليه باسورد، ما محتاج ليه اي كلاود، ما جيميل الكلام ده. فالحياه فيها الطيب المتنبي ده من الجيميل، من 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 الايفون. ما 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 عارف الطيب، ما عارف لغه عربيه، ما بتقدر تقرا ولا تستوعب الزول ده. طفره طفره اسمها المتنبي، طفره. الناس يقول لك الليل والخيل والبيداء، وتعرف انه هو ده اسمه مبتذل الكلام، لانه انت حفظته عاجبك الجدع. انك تصل عقليه تلم الخيل والليل والقمر والصه والقلم والحربه، فدي ده عقليه، ده 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 كاهن. طيب المتنبي كاهن في الكوكب ده كله، في السودان. عبد الله الطيب لما يتنقل لمرحله انه يكون عالم، وعالم يعني يشار اليه عالم، بيقعد علماء في الوطن. ليه قعدوا؟ لانه اختار الدرب الصعب، ما اختار السامسونج. طيب المتنبي حاجه صعبه ما بتقدر تستوعبه، لازم يكون انت فاهم الزول ده والحاجه النفسيه بتاعته، ولازم تكون عندك نوع من ما يكون عندك الانا، ما يكون عندك انفه، لانه ابو الطيب المتنبي حيعرسك زي ما صرفه قاعد يعرسكم حسي يا غحات. يقول لك عنده نرجسيه، ما نرجسيه، بتكلم عن امكانيات. يعني انت تطلع تقول للناس يا اخي صرفه ده بيتكلم سايو حلمان، انا قاعد يجيبوني في التلفزيون، انا بقدر اختار حسي اليوم اللي يجيبوني فيه والبرنامج ومدته، ايه رايك؟ ده الباور. انا ما عندي مستشار بيتصل بيه التلفزيون وزاره الاعلام زي حامدوك او ياسر عرمان او لغمان، اتصلوا بيه وقول له حنحدد معاك ان شاء الله. انا قاعد اطلع لايف بقول انا طالع في التلفزيون يوم الجمعه من الساعه 12 ومفتوحه، لما اسعد حقفل اللايف. بتقدر عندك باور زي ده؟ مر عليك باور زي ده؟ ما تستوعبها، لانه انت بتدينا حقي الادبي، عشان كده ما حتقدر تهزمني خالص. هسه انا الليله مخطيكم كده، ملبسكم نقابات، الليله خليت النائب العام يطلع فيكم قرار، طلع النائب القرار براه. لا انا كنت قاعد اقول له لو ما طلعت القرار قبل الجمعه انا حبلك حبلك ولسه انا جاي ابله هسه. طيب نرجع للطيب عبد الله الطيب. القاعه بتاعته عبد الله الطيب كانوا الناس داخلين، فجاء واحد دار يتجدع فيه، قال له دكتور انا نسيت يعني زي الهوم وورك ولا بحث اللي انت طلبته مني انا عبد الله انا المتنبي، وانا صراحه نسيته لكن نفسي احضر المحاضره يعني ما تطردني. قال لي خش يا ابني، خش. شوف النرجسيه لما تكون مالي مكانك، لما تكون زي عبد الله الطيب مالي مركزك. قال لي والله يا اخي يستوي لدينا الذين يعلمون والذين لا يعلمون في المتنبي. لا 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 ده معياري انا في الحاجات، انا ده المعيار اللي بعاين به. انا ما قاعد اعاين قريت كم كتاب، لانه انا بعدين حاجات اتكلم لك عن فلسفه القرايه دي واضربها لك تماما يعني. وست ما داري عملت شنو ولا اي حاجه، والقرو مشي وين ولا اي حاجه، والقرو من عبد الله الطيب وكانوا تلاميذه وينه؟ وينه في الحياه العامه؟ وينه النازل؟ في الكيمياء، في الفيزياء، احنا عندنا في الاقتصاد عندنا كهنة وضعوا، كانوا بيضعوا ميزانية الدولة بالكبريتة. والله يا أخوانا كان عندنا كهنة، ديل عنده الناس يتعلموا منهم وينهم لما الحاجة تمشي بالقنوات الرسمية، ونتعلم ونطلع ونخش. ليه أول الدفعة ما يبقى غنى زول؟ وليه الطيش يبقى الغني؟ لماذا؟ ليه يا صرف إحنا قرينا نظرية الفيثاغورس وجتها وما لقيناها في الحياة العامة؟ لما أنا جيت أدفر العربية ما بحتاج لي كلام الفيزياء، ليه كنت بقراه وبتعب فيه وبمشي؟ ليه الحاجه دي ما بتبقى في الحياه الواقع؟ الناس عارفه السؤال ده ما لاقي له اجابه، انا بجي بوريك الاجابه، ما انا قاعد لك للشغله دي اصلا، تقعد شنو؟ عبد الله الطيب الزول دار يتجدع فيه. قال لي يا اخي والله نسيت الورق بتاع البحث حق عبد المتنبي. عبد الله الطيب طلع في المنصه كده قال له يستوي لدينا الذين يعلمون والذين لا يعلمون في المتنبي، يعني انت لحد ما تموت والكوكب ده يتفرتق ما في زول حيضيف لي كلمه واحده في المتنبي. يستوي لدينا الذين يعلمون والذين لا يعلمون في المتنبي، ده العلم. ده هنا العلم ده معيار عندي انا، واحد من الناس يتكلموا عن برا صرفه والعلماء والكتب، انا ما عندي حاجه، عندي كهنه كده بقيف انا. انا في نموذج اسمه خضر بشير، ده نموذج المفروض تتعلموا منه يا قحط. ده نموذج، ما الغنيه، ما كيف يجهلوك، كيف يجهلوك الصوله اللي بيطلعها في الكلمه، ده ما تصادف.
انا بقول خلونا نشرحها بكره، خلونا نشرحها ما نحرق عليكم، لكن دي نماذج انا بجيب فيها، طريقه تعلموا بيها، طريقه بيتكلموا بيها، التعبير، الحاجه اللي انجزوها في ظل الصفر اللي احنا فيه. احنا دوله كانت صفر يعني، في ناس انجزت. فدي دي الشواهد، دي الشواهد اللي بيجي يقول لك والله يا اخي صرفه معاه مكتب واستخبارات. ما طيب استخبارات خليت الكيزان اسقطه كيف؟ وكنت انا كوز خليته نسقطه كيف؟ ما خليته انتصر. انا كنت اصلا قمت عشان صفحتي دي فتحت عشان اسقط الكيزان. طيب بعد ما سقطوا انا هسه بتكلم عن البلد والوطن في معيار معين احنا المفروض نتعامل به. الحريه والتغيير خايفه من الكيزان لانه عندهم معاه مشاكل شخصيه. كنا بنطلع نقول لهم نحاسبوهم بالقانون، قالوا ما بالقانون. بيطلع ماهر ابو الجوخ بالطاول وبقل لدبه. ماهر ابو الجوخ عنده الكيزان يعرسه ميتين واحنا ما عندنا معه شغله. ما عشان ماهر ابو الجوخ سرق وفسد في يوم واحد، هو وحمدوك قفلوا 25 مؤسسة إعلامية في يوم واحد. دي ما عملها دي هتلر ما عملها. 25 مؤسسة اقتصادية إعلامية مسك له غناء ماهر ابو الجوخ، انهم الناس تتكلموا معه بيقول الكيزان بيتكلم زي الحلوف وزي الخنزير سر. قال له عنده قيمة احنا نتحكم فينا ماهر ابو الجوخ؟ ما بنسمح بالحاجة دي طبعا. قال السلك فاكر كاتب له كلمة ولازم نقرأ لكم، نقرأ بس. احنا جاي انا جايكم الليلة اصلا، جايكم هنا وجايكم في الناشونال تي في يوم الجمعة ان شاء الله، جايكم يوم الجمعة في الناشونال تي في. وين خالد السلك يا ودا غسان؟ طيب الذين يطبلون لياسر العطا والقوات المسلحة ويشرعنون لهم الانقلاب سيكونون هم أول الضحايا، لأن العسكر سيستخدمونهم فقط للصعود في السلطة. أول حاجة نشكر إنه خالد استوعب كلام صرفة. صرفة لما 2019 جات قال لك يا خالد لو ما مشيت في الدرب العديل العساكر ديل حيقدموا كلنا قربان، وحتصلوا مرحلة موتوا في الشوارع كغحاتة، وإحنا والله عيننا ما تقع فيكم. وممكن زي الأصم اللي هو الطب طب الطب عند القحادة هيجدع في السوق العربي، والناس هتطلع فيه كمصطبة تركب بيه الحافلة وتمشي. هو جثة قلت لك انه هيقدموكم قربان. انت الكلام ده تطبق فيك ما فينا. قال الذين يطبلون لياسر العطا، احترم نفسك واحترم اخلاقك. ينعل ابوك لابو الرباك ذاته. بتتكلم عن رئيس مجلس السيادة او اعضاء مجلس السيادة، بتتكلم عن زول تجرد وتفرد للقتال ياسر العطا يخوض المعركة من داخل اندرمان برتبة فريق أول، معه آدم الفريق آدم آدم هارون وكل القادة ربنا يتقبل منهم. إحنا ما قاعدين نطبل له، بنقول له يا سرعات ربنا يعينك وإحنا معك، وعارفين إنك مشغول يا سعادتك، بتكون وصلتك كثير من الاتصالات من الارتكازات ومن مراكز النازحين، فإحنا والله يا أخي نستميحك عذر، دارين نعمل لك جمعة كاملة نوزع فيها بهايم باسمك. وهو والله ياسر ما عارف، وأنا والله ما متواصل معه. ده ما تطبيل لياسر. ياسر لما نتكلم عن انه يا اخي والله دارين نسلم السلطه في السودان، دارين نسلمها عبر صندوق، انت المفروض انت تطبل له. دي ما المدنيه دايره انت ولا واحده تانية؟ خلافي مع خالد سيلك شنو في الاربع سنين انت حاقد عليه؟ انت في الشاشه لا انت لا خالد، لا جاب خالد بيسهر لي، ما عندكم اي حاجه تلفت نظري. يجوز لاني معاي علبة البيبسي بصلي عندي سبحة بجرة بنوم، ما عندي حاجة في الكوكب ده، ما شغال بي قصتكم دي كثير. ما تقول لي فلان ابن، ما عندي شغلة في فلان ابن فلان. أنا غيرت المعادلة دي في الكوكب لأنه أنا جيتك صرفة لا اسم لا حسب لا نسب لا مال وعرستك.